تبون مرة يقول يا رفيقي والدموع إن كان بانت جامعة في حزنها لذ اضطربها يوم جات لها المشاعر ما توانت في تغلاق الصدور وفي ساعتها خانت الدمعة ولدري كيف خانت دقت الساعة على اللي ما حسبها وفي مدارات التشتت يوم هانت هانت ولا عاد نبغي تجربتها سلامتكم. صح الله يسلمك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء اللي أقوله إن والله ما عرفتكم.